كلماتكم أحاسيسكم وأفكاركم لحظات من أيامكم، أيام من حياتكم. كل هذه الأوقات التي قضيتموها رفقة موبيليس أهدت كتبا لمن يتعطش للعلم والمعرفة، أطفت خشوعا لمن مني بزيارة بيت الله الحرام، وأملا للنساء بالتشخيص المبكر. طيلة الشهر الكريم موبيليس تلتزم بدفع 10 دنانير عنكم عند كل عملية لإهداء مطبعة براي. 40 مليون جزائري لبناء أكبر شبكة تضامنية في الجزائر. شكون دلتها اليوم؟ دلتي ولا دلتك؟ اليوم دلتي. أنا ميستر رغوة، راني هنا باش نقدم لكم تيست جديد بتركيبته جديده. هاي نجربوه كيف كيف مع تكنولوجيا رغوه النشيطه. تيست يعطيكم رغوه اكثر، تذوب اكثر دوكا، وتركيبته مركزه اكثر، عاقد اكثر. شوفوا هذا اللمعان، واو هاي رغوه اكثر تذوب اكثر مع التركيبه المركزه الجديده تاع تيست. جربوا تيست باش تشوفوا الفرق. مجرب ومصادق عليه لكم. خالتي زوينة على خيرتي صافية؟ ما عندي ما نقول في بنت صافية، عمرها ما خطات على سنة. زيت صافية 100% نباتية، غنية طبيعيا بالفيتامين أو والأوميغا 3. صافية تضمن بنة ثيابكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. بداية هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، مجددا له حرصه على العمل لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط الجزائر وبيلاروسيا. تنفيذا ومتابعة لبرنامج رئيس الجمهورية، يقوم الوزير الأول عبد الملك سلال غدا بزيارة عمل إلى ولاية الجزائر. سلال الذي سيكون مرفوقا بوفد وزاري هام سيطلع على مدى تنفيذ البرامج التنموية بالعاصمة، كما سيشرف على تدشين وإطلاق عدد من المشاريع ذات طابع اجتماعي اقتصادي وثقافي. وفيما يلي ورقة عن المشاريع التي سيقف عندها الوزير الأول عبد الملك سلال غدا خلال زيارته إلى ولاية الجزائر. مع فؤاد سبوتة. وقفة الوزير الأول عبد الملك سلال ستكون عند عديد المشاريع والهياكل التي جاءت ضمن صيرورة التنمية التي تشهدها العاصمة، والسعي الدائم من قبل السلطات العمومية لتحسين المحيط وإعادة البريق للعاصمة. قطاع التعليم العالي يتدعم بكلية للطب تتسع ل20,000 طالب ضمن إطار تعليمي ووسائل تدريس تواكب التطورات الحاصلة في هذا المجال على المستوى العالمي. إلى ذلك معهد الحقوق المنجز وفق معايير جمالية، والذي يتسع ل10,000 مقعد بيداغوجي ويضم 68 قاعة تدريس و22 مدرجا. وفي سياق متصل يقف الوزير الأول ويدشن المدرسة العليا للفندقة والمطاعم التي تضمن تكوين الطلبة بما يسمح بتلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في ظل المشاريع الفندقية العديدة المسجلة والجاري إنجازها عبر ولايات الجمهورية. كما سيتفقد رئيس الجهاز التنفيذي وحدة لتصنيع بطاقات بشرائح إلكترونية تعمل بتقنيات جد متطورة وبكوادر وإطارات متخرجة من الجامعات الجزائرية. الوزير الأول عبد الملك سلال سيتفقد أيضا ملعب 5 جويلية الذي انتهت به المرحلتان الأوليان اللتان سمحتا بإعادة تأهيل أرضية الملعب لتصبح جاهزة لاستقبال المباريات. وبمناسبة الزيارة دائما سيتم تدشين سد دويرة الذي يسمح بتموين ساكنة ولايتي العاصمة والبليدة بالماء الشروب، ويمكن من توسيع المناطق الفلاحية المسقية بالمتيجة. وباعتبار أن النقل بالعاصمة تحديدا
يشكل رهانا للسلطات العمومية. سيقوم الوزير الأول بتدشين مسار المترو انطلاقا من محطة حي البدر إلى محطة الحراش. أشرف أمس وزير الداخلية والجماعة المحلية نور الدين بدوي بولاية الغردية على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة العليا للمصالحة والتنمية. وتعمل هذه اللجنة التي رأسها وزير الداخلية والجماعة المحلية بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وتعليمات صارمة من الوزير الأول عبد الملك سلال. كما كان لوزير الداخلية والجماعة المحلية لقاء مع فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وأعيان غردية بحضور السلطات المدنية والعسكرية. نور الدين بدوي تفقد أيضا رفقة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ظروف عمل منتسبي أجهزة الشرطة والدرك الوطني بغردايا. نادي علمي. اللجنة الوزارية المشتركة العليا للمصالحة والتنمية التي أشرف على تنصيبها وزير الداخلية والجماعات المحلية تعمل ضمن مقاربة شاملة لضمان الأمن والاستقرار بغردايا بدرجة أولى، ويليها التكفل بكل المبادرات والمشاريع المتعلقة بنمو وتنمية الولاية في كافة المجالات، وتنفيذ البرامج التنموية بما فيها المسجلة ضمن البرنامج الاستعجالي للولاية لن يتأتى إلا بتغليب روح القيم المتجذرة في هذه المنطقة، يؤكد نور الدين بدوي في لقاء جمعه بفعاليات المجتمع المدني والمنتخبين ووجهاء غردايا. لقد دعا فخامة الرئيس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مناسبات عديدة ترجيح قيم التسامح والوئام والحوار الذي يحث عليه ديننا الحنيف، وكذا تغليب مبدأ الإيطار واحترام الغير، وهي مبادئ وقواعد من شأنها أن تضمن أمن واستقرار الولاية، والذي يعد أمنها من أمن الوطن بكله. وبالمناسبة أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية عزم الدولة بكل مؤسساتها لمواصلة الجهود الكفيلة بإعادة الاستقرار الكامل بغردايا، وذلك من خلال رصد كل الوسائل والموارد والإمكانيات اللازمة، لا سيما ما تعلق باستكمال البرامج التنموية المقررة للولاية ودعمها ببرامج ومشاريع أخرى من شأنها أن ترقى بهذه المدينة تنمويا واقتصاديا واجتماعيا. كما أؤكد عزمنا الكامل على مواصلة وتعزيز جهود الإصلاح، وسوف نجتهد بالتعاون مع عقلاء المنطقة وأصحاب الرأي على رأب الصدع والتقريب بين الطرفين. وأضاف الوزير أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يحاول التلاعب بمصير المنطقة. كما أذكر بأننا سنسهر على التطبيق الصارم للقانون على كل من تخول له نفسه المساس بالنظام العام أو التلاعب بمصير المنطقة، وسوف نتعامل بكل حزم مع أولئك الذين يشعلون نار الفتنة والفرقة، وهذا وفقا لقوانين الجمهورية. بعدها استمع وزير الداخلية والجماعات المحلية لانشغالات أعيان وممثلي المجتمع المدني، واغتنم السانحة لدعوتهم لتقوية أواصر التعايش والتسامح، صفات طالما ارتبطت بأهالي وادي مزاب. إلى ذلك تفقد نور الدين بدوي رفقة المدير العام للأمن الوطني ظروف عمل منتسبي أجهزة الشرطة والدرك الوطني بغردايا. وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي التقى بأعيان المجلس المالكي وأعيان مجلس عبد الرحمن الكرتي لغردايا. اللقاء الذي حضره المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وممثل عن قيادة الدرك الوطني كان مناسبة لفتح نقاش صريح حول الأحداث التي شهدتها المنطقة في الأشهر الأخيرة وتقديم المقترحات الكفيلة بعودة الطمأنينة والسكينة لمختلف أحياء الولاية.
تم النقاش حول موضوع غردقة والمشاكل التي حلت بها، ومن جهته المجلس المالكي وأعضاء المجتمع المدني قدموا تشخيصا للوضع ومع اقتراح لحلول بالنسبة لأوضاع غردقة. نحن متفائلون جدا بهذه المساعي وننتظر في القريب العاجل، وسيفرح سكان غردقة إن شاء الله في الأيام المقبلة باتخاذ قرارات عملية تمس الجانب الأمني واستتبابه، وكذلك بالتدعيم التنمية بالنسبة لغردقة. مواطني غردقة عياو من المشاكل اللي رأي فيها غردقة، وإن شاء الله زيارة هذه تكون فال خير علينا إن شاء الله، وإن شاء الله أنا نشوف أيام أحسن من اللي رانا عايش فيها، لأنه حقيقة المواطن البسيط والمواطن هو اللي راه يعاني، وإن شاء الله يعني مع رمضان هذا إن شاء الله ربي ينزل الرحمة، وإن شاء الله الظروف تتحسن وتكون ونروحوا للأحسن من اللي رانا فيه. وحقيقة يعني المشاكل كثيرة، ولكن لا يعني على مجهودات الرجال وعلى يعني إرادة الرجال إن شاء الله نتغلبوا عليها. في إطار ستينيات اندلاع الثورة التحريرية المجيدة واحتفاء بالذكرى 53 لعدي الاستقلال والشباب، وقف وزير المجاهدين الطيب زيتوني ليلة أمس على مدى جاهزية برنامج الاحتفال بالذكرى، ومن أهمه ملحمة تاريخ الجزائر. وليد زروق. هيا يا رجال هيا. هي آخر اللمسات استعدادا لعرض ملحمي، ملحمة تحكي تاريخ الجزائر من مرحلتها النوميدية حتى استقلالها من المستعمر الفرنسي. فبين المسرح الرقص والغناء قصص تروي عن أبطال صنعوا تاريخ بلد عظيم فسميت بملحمة تاريخ الجزائر. كلهم يعني حاولنا نفوتوا على كل مرحلة بمقطع مسرحي إضافة إلى مقطع مغنى يعني إن شانسون، إضافة إلى لوحات راقصة، وإضافة إلى صور فيديو. عرض تاريخي كبير يعرض في 5 جويلية بمسرح الهواء الطلق الكظيف بسيدي فرج، وذلك ضمن برنامج الاحتفاء بالذكرى 53 لعيدي الاستقلال والشباب تخليدا لعزة شعب الجزائر. نستعمل كل الطرق، الكتابة، الأفلام، وهذه العروض اللي تسمح لنا تبليغ هذه الرسالة يعني بطريقة تقنية، بطريقة رائعة، بطريقة بنوع يقدر يستوعب الشاب ويستوعب الشعب الجزائري قاطبة والمعرفة التاريخ نتاعه. وهذه التضحية إن تاريخ الجزائر كان تاريخ عظيم بعظمة الرجال والنساء نتاعه، وانتزعنا الاستقلال نتاعنا والسيادة نتاعنا بفاتورة غالية لازم يعلمها الكل. أكثر من 300 فنان وممثل ناهيك عن التقنيين، كلهم صنعوا الملحمة في قصة تروي المقاومة، فالجزائر دائما تقاوم من أجل الأفضل، فشيدت على ذلك ساحة المقاومة بقلب العاصمة في انتظار افتتاحها بهذه المناسبة. في موضوع آخر الآن، أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي على حفل تكريم متفوقي مؤسسات التعليم والتكوين المهنيين على المستوى الوطني. الحفل حضره عدد من الوزراء وإدارات سامية في الدولة. محمد أمين بوتومي. هم من خريجي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين تلقوا تكوينا في مختلف التخصصات فكانوا متفوقين خلال مسارهم التكويني، واليوم خصوا بتكريم خاص مجازاة على مجهوداتهم وتثمينا لصورة القطاع. وكانت السبيسياليتي اللي درتها صيانة المعدات الطبية، وباش نكونوا على جاهزين باش نريباريو الماتريال اللي يكون في زد وكامل. ان شاء الله تتاح لنا الفرصه باش نلتحقوا بالعمل، بيسك هذا الدومين اللي خيرته اوديو فيزيال كاع الناس تتابع لا تيليفزيون، درك حلوا شحال من قناه جديده وكاع هذا هو الدومين اللي يتمشى بزاف. ممكن عصير بناء في احد الشركات الكبرى او كونت مليح، كل شيء متوفر، مدير قام بينا، الشيوخه كيف يقوموا بينا. التكوين هذا ماذا بيا يعني ننصح به الناس كل يعني خاصة من الفئة الشبابية، يعني لأنه يعبر عن موروث الثقافي الجزائري سواء لباس تقليدي الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب.
قطاع التكوين والتعليم المهني بتخصصاته المعهودة والجديدة بات طريقا للباحثين عن عمل، وآمال الوزارة استقطاب المزيد. وخريجي هذا القطاع ما يلقاوش يعني مشاكل حتى يدخلوا إلى عالم الشغل، ولذلك أنا أؤكد مرة أخرى أن هذه العملية تاع التحسيس والإعلام حول كل الإمكانيات اللي توفرها الدولة للشبان هي من مسؤوليتنا جميعا. وبالمناسبة تكريم آخر لعمال التكوين والتعليم المهني ممن ساهموا في ترقية القطاع. أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة منية مسلم مساء أمس بدار استقبال اليتامى بالمحمدية على فعاليات الاحتفال باليوم العربي لليتيم، وهذا تطبيقا لقرار وزراء الشؤون الخارجية لمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة 2013 والمحدد ليوم 15 من رمضان يوما لليتيم. والجزائر ككل الدول الإسلامية تحتفي بهذا اليوم يوم اليتيم، أولا لإعطاء رمزية لهذه يعني المناسبة والوقوف عليها، وكذلك خاصة للرجوع إلى كل البرنامج المسطر للطفولة الجزائرية ومن بينها اليتيم والطفولة من أوساط معوزة. هذه المناسبة نلتقي فيها بالمجتمع المدني، نلتقي فيها بأولادنا أطفالنا اليتامى الموجودين بالمركز، وكذلك نلتقي فيها مع ضمائرنا لنقيم عملنا ولنقيم كذلك ما قدمته الدولة وما قررته الدولة لفائدة هؤلاء. وضمن سلسلة دروس المحمدية التي تنظمها الزاوية بالقيدية الهبرية بوهران، قدم الدكتور محمد يحيى الكتاني محاضرة بعنوان أثر العبادة وذكر الله في تحسين الأخلاق. حاج أحمد منصوري والتفاصيل. حل ضيفا على روضة الدروس المحمدية فضيلة الدكتور محمد يحيى الكتاني الأزهري من مصر، وقدم محاضرة بعنوان أثر العبادة وذكر الله في تحسين الأخلاق، مبرزا أن الصلاة هي الضيافة الربانية. الصلاة التي هي مرتع الأرواح، الصلاة التي هي ضيافة رحمانية يستضيفك الله تعالى فيها ويفيض عليك من أنواع التحف وأنواع المكرمات، الصلاة التي هي علاج رباني يشفي الجوارح مما أماتها من روائح المخالفات. المشاركون أجمعوا على ضرورة تشجيع مثل هذه الأعمال التي تساهم في إشعاع العلم والمعرفة في الجزائر وفي العالم الإسلامي. نحن نأمل إن شاء الله أن هذا الإشعاع الفكري العظيم وهذه الأخلاق المحمدية وهذه الصفات المحمدية تسود العالم العربي من هذه الأرض الطيبة إن شاء الله. هي سمات بارزة تميز الحياة الدينية والفكرية لهذه المنارة العلمية. وبالمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة نشط أمس الشيخ الإمام محمد بن كركب محاضرة بعنوان الدين والوطن وجهان لعملة واحدة، غزوة فتح ومكة وعيد الاستقلال نموذجا، تطرق خلالها إلى العبر والدروس المستخلصة من الفتح العظيم وعيد الاستقلال الوطني، وأهمها تثبيت وإرساء قواعد الإسلام على أرض الجزائر. الدين والوطن وجهان لعملة واحدة، ذلك لأنك أنت أخي المسلم وأنت أختي المسلمة، كلنا نعيش لله سبحانه وتعالى، وإذا أردنا أن نعيش لله نعيش يعني وفق رضوان الله عز وجل. وللدفاع عن الدين شرعت الغزوات، شرعت السرايا التي كان يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 56 سرية، والغزوات أكثر من 27 غزوة، منها بعض الغزوات سميت غزوة ولم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الأصل في الاصطلاح أن الغزوة يشارك فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفتح المدارس والقرآنية أبوابها خلال العطلة الصيفية لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم وتهذيبهم على الخلق الإسلامية. هذه المدارس تشهد إقبالا متزايدا في الشهر الفضيل. منصور صباح. هي حناجر البراءة تصدح بآيات الذكر الحكيم،
إنها المدرسة القرآنية الصيفية خيار يفضل الكثير من الأولياء بتوجيه الأبناء لتعلم وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم. هذه المناسبة نتاع الصيف احنا في كل سنة نجيبوا الأولاد تاعنا لحفظ القرآن. المدرسة الصيفية برنامج أطلقته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والحمد لله لقي إقبالا من طرف المواطنين، صار الإقبال يتزايد، وهذا عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبوا أبناءكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن الكريم. ولأن افتتاح المدارس القرآنية الصيفية تزامن هذا العام مع شهر القرآن، زاد الإقبال عليها لما له من أثر عميق في نفسية أطفالنا. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. الابن سيتربى في حضن كلام الله تبارك وتعالى، يتحدث مع الله تبارك وتعالى، وهذا سيكون له أثر لا محال. ويبقى الإقبال على المدارس القرآنية الصيفية سنة حميدة يحافظ عليها المجتمع الجزائري لارتباطه بكتاب الله العزيز. في إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبط أمس عناصر حرس الحدود التابعة لكل من القطاعات العملياتية لتبسة وسقهراس والطارف بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، ضبطوا كمية من الوقود تقدر بأزيد من 8200 لتر كانت موجهة للتهريب، فيما تم حجز 9 عربات. من جهة أخرى، وبإقليم الناحية العسكرية الثانية، حجز عناصر حرس الحدود بالقطاع العملياتي لتلمسان كمية من الكيف المعالج تقدر ب 200 كيلوغرام واحد. بهذا إذن نصل إلى ختام النشرة. جمعة مباركة نتمناها للجميع. إلى اللقاء.